accept. As I would end this, put it on your hand. As I would put oil. Soft. Examine the pressure of the preacher in the Holy Prophet. Is mainly what increases the heart rate, power. The slope is changing by muscular control. Soft. C. Or cardiac function curve. Observers shifted to the left. To the left. Return. Hold except. The level is not perfect, but I shift to the right. That is the heart rate. That is the heart rate. I shift to the right. The lever should accept it. يبقى لو شلت اكسب لو شلت اكسبت من الاجابه الصحيحه سي مين يبقى جاب 5 بيز على كده طيب هاي جاب 4 طب 4 جاب 3 هل لم يساعد باسكولار معانا باسكولار هات ال مذكرة حد يديني مذكرة الباسكو الباسكو مش الهار طيب كنا في صفحة 7 احنا ما خلصناش في حصتين غير 6 ورقات ده حاجة حلوة طيب رقم تاني الفينس بريشر شكرا is affected by the following شو النظر يا عمر ما جيت كيف يعني النظر فينس بريشر خلاص ضغط لو زودنا الكاردياك اوت اللي هو مختارين لو نقص نختار زي ما هم هنا عشان نقص لو الهارت ضخ قليل اللي مش هيضخه هيفضل وراه صح يعني هو طلع قليل طب اللي ما طلعوش هيقعد فين؟ هيقعد ورا في الفينز ما هو بياخد من الفينز يرمي في الاوت ياخد من الفينز يرمي في الاوت رمى اوت قليل يبقى اللي وراه هيبقى ايه؟ كتير كتير يبقى هيزود فينس بريشر يعني تفكر بسيطة خالص total blood volume لو زاد blood volume لو blood volume عاوزها ايه هو عاوزها طيب عاوزها proportion لو زاد ناخد لو زاد تفتكر لو زاد blood volume كل البريشر حصل لها ايه سيركيليشن هتزيد يبقى العلاقة directly proportion طيب نمرة 3 الفينس تول يعني السمباثاتيك بيزود فينس تول يعني هيقلل الكاباسيتي بتاعت السيركيليشن لما تقلل الكاباسيتي البريشر تزيد تنقص كاباسيتي
البريشر تقل فده هيزود البريشر. يبقى سي في دي كاباسيتي اوف فينز. ارتريولار دايلتيشن فازو دايلتيشن في الارتريول. الارتريول دي بتودي فين؟ العصا دايلتيشن بتودي الكابيلاريز وبالتالي لل فينز. يبقى البريشر هيزيد. بعدين effect of gravity in venous circulation دي قلناها كل سنتي below the level of the heart مين فاكر الرقم بيزود بريشر 7.77 وفوق the level of the heart ينقص 7.7. افتكر الفالف موجودة فوق ولا تحت؟ تحت. ده سؤال عمره واجيه ولا هيجي الحقيقة. طيب venous return and its regulation ده سؤال نظري مهم والسؤال under normal condition venous return يساوي cardiac output يساوي during rest 5 لتر during rest. مين فاكر الاثليتكس ممكن يزود cardiac output كم مرة؟ 7 مرات. والنون اثليتك بس شاب 3-4 مرات. والاولد ايج 2 هارت فيلير 0. يبقى 5 لتر ده during rest. طيب هذا الموضوع مهم جدا فكتبته بكونسيبت لطيف خالص. ما انا قلت ان انا بستخدم معادله واحده اللي هي pressure gradient over resistance في شرح ثلاث ارباع الفاسكو. فدلوقتي الوضع كالاتي يا شباب. ده الفين بيصب في الرايت اتريوم هيطلع منه الفنتكل عشان هستخدم الرسمه دي بعد كده. بعدين هنا الكاردك اوت يعني رسمه كده وضح لك الفكره. فينز هيودي للرايت اتريوم وبعدين رايت فنتكل وبعدين يبقى ده الكاردك اوت. الفينس ريتيرن في ابسط صوره هو الدم اللي راجع من الفينز رايح للرايت اتريوم ده الفينس ريتيرن. يبقى طبق المعادله اللي احنا بنقولها. يبقى اي فلو بروبورشنال دايركتلي لفرق الضغط وعكسي مع ريزيستنس. طيب يبقى الفينس تير بيتناسب مع فرق الضغط في الفينز عنه في الرايت اتريال. يبقى هنا الرايت اتريال بريشر يبقى الضغط في الفينز ناقص مواعيد الرايت اتريال بريشر. الضغط في الفينز يعني كان المفروض يسموها فينس بريشر. كل القصة بالحكاية ان هم غيروا الاسم مش غيروا لسبب هنفهمه مع بعض. سموه مين سيستميك فيلينج بريشر. يبقى الفينس بريشر هي دي الجديدة شوية. ان الفينس بريشر مش هنسميه فينس بريشر. هنسميه مين سيستميك فيلينج بريشر. بعيد. اوفر ريزيستنس تو فينس ريتير. اهو. ريزيستنس venous return. يبقى pressure gradient P1 minus P2 over resistance. شادي نفس المعادلة لأن venous return يعتبر هو الفلو. من هو venous return؟ هو الفلو اللي جاي منين؟ بالفينز. رايح فين؟ رايت اتريوم. يبقى جاي بالفينز رايح الرايت اتريوم. يبقى هو pressure gradient over resistance. المواعيد تبقى تعتذرين وفي اخر حاسه. يبقى البريشر في الفينز اللي هو ده الاسم اللي هو غريب شويه مين سيستميك فيلينج بريشر صح؟ متوسط مين سيستميك فيلينج بريشر ناقص الرايت اتر بريشر على ريزيستنت فينوس اتر. ليه سموا البريشر في الفينز مين سيستميك فيلينج بريشر؟ اولا هما بيقيسوه ازاي؟ if we stop the heart وقفنا السيركوليشن صح؟ فكر معايا اعلى ضغط في الاورطة واقل ضغط في الرايت اتريوم. هل لما السيركوليشن تقف يبقى الضغط يتساوى في ايه؟ في كله. فالاورتك بريشر هيقل والرايت اتريوم بريشر يزيد لحد ما البريشر يبقى متساوى في كله. هذا البريشر يبقى هو متوسط البريشر في السيستميك سيركوليشن. هو المين سيستميك بريشر. سيب كلمه فيلينج دي. يبقى لما توقف السيركوليشن
الضغط كان عالي في الارتري وقليل في الرايت اتر. وقفت يبقى زي الاناء خلاص وقفت، يبقى كل حاجه الضغط فيها ايه دلوقتي؟ متساوي. هل هيبقى في ديفرنس في الضغط والسيربريشن واقفه؟ الضغط هيتساوي في كله، فالاورتك بريشر هيقل والرايت اتر بريشر هيزيد لحد ما يبقوا كلهم زي بعض. ونسميه ايه دلوقتي بقى؟ مين سيستميك بريشر، متوسط الضغط في السيستميك سيركوليشن. طب مين ذكي يقول لي لماذا اعتبر متوسط الضغط في السيستميك سيركوليشن هو الضغط في الفينز؟ كام في المية من الدم موجود في الفينز؟ 64%، يعني ثلثين الدم، يبقى موست اوف بلاد موجود في الفينز، فتم اعتبار المين سيستميك بريشر هو الفينس بريشر، لان معظم الدم موجود في الفينز. طب جابوا منين كلمه فيلينج؟ يعني ليه زودوا كلمه فيلينج؟ ما هي مين سيستميك بريشر فهمناها، لان لما توقف السيركوليشن هيبقى متوسط الضغط في السيستميك بريشر او المين سيستميك بريشر هو غالبا في الفين، لان معظم الدم موجود في فينز. منين فيلينج؟ لان هذا البريشر واللي هو تبقى حافظه صم، هنلاقي اسهل عدد هو من 6 ل 8، خلينا اسهل عدد متوسط 7، اللي هو الرقم اللي كرمه الخالق. المين ستيريك فيلينج بريشر 7، صباح النور، 7 مليمتر مربع. ده بيعكس الفيلينج بتاع السيركوليشن مدى امتلاء الفينز، وعليه يتاثر بحاجتين، فاكرين الحاوي والمحتوى اللي هو البلاد فوليوم والكاباسيتي اوف فينز. يعني 100% المين سيستميك فيلينج بريشر، ده فيلينج بريشر دايركتلي بروبورشن، كل ما زاد البلاد فوليوم هيحصل له ايه؟ البريشر هيزيد، هنحطها فوق دايركتلي بروبورشن تو ده بلاد فوليوم. انما كل ما الفينز وسعت البريشر جواها يقل، يبقى انفيرسلي بروبورشن تو فينس كاباسيتي، كاباسيتي اوف فينس سيركوليشن. فعشان كده هو بيعكس الفيلينج، يعني طالما البريشر 7 يبقى هي مليانه مظبوط كده. لو حطيت دم كتير عملت اوفر ترانسفوجن للعيان الضغط هيزيد، عن نزف الضغط هيقل. يبقى رقم 7 ده يقول لي ايه؟ يقول لي ان الفيلينج مظبوط، انها مليانه الكميه الواجبه. لو مالت اكتر الضغط هيزيد عن 7، مالت اقل الضغط هيقل عن، والعكس لو الفينز وسعت احفظ بنفس الدم الضغط هيقل، دائت الضغط. اذا هذا الضغط بيعكس النسبه بين الدم والكاباسيتي اوف فينس سيركيوليشن، مدى امتلاء الفينس سيركيوليشن. عشان كده سموا هذا الكلام مين سيستميك فيلينج بريشر. يبقى تاني، انا دخلت الامتحان واحد من اهم الاسئله عندنا في الباسكور اللي هو الفاكتورز افكتنج بيرستال، وانا مش مذاكر حاجه. قلت لك لعبد الله يوم ما كتبت سيركوليشن كتبتها بمعادله واحده بس، وهي اسهل معادله في الدنيا. الفلو مالهاش علاقه بالطب، بريشر جريدينت اوفر ريزيستنس. فانت قاعد هتهدى مع روحك، ما قريتهاش ليله الامتحان، بس هتهدى مع نفسك وتفكر من هو الفينس ستير؟ دم عائد من الفينس رايح للرايت اتر، يبقى 100% هيتاثر هذا الفلو بفرق الضغط في الفينز عنه في الرايت اتر اوفر ذا ريزيستنس. خلاص بريشر في الرايت اترم زيرو، بريشر في الرايت اترم اراوند زيرو، هنا زيرو. فاضل بقى البريشر في الفينز كام؟ هو ده، هي دي الحته الجديده في الموضوع. البريشر في الفينز، روح اقفل الباب بفضل عشان الباب مفتوح، سموها مين سيستميك فيلينج بريشر. طب حد يقفله انه الباشا تعبان، في حد جاي يلا. مين سيستميك فيلينج بريشر؟ ايه هو المين سيستميك فيلينج بريشر؟ اللي هو الافريج بريشر في سيستميك سيركوليشن. هو الكلمه بتقول كده، مين سيستميك بريشر، الافريج بريشر بتاع تزريله في ذات الحس في السيستميك سيركوليشن لما الهارت يقف، when the heart is stop. في الحاله دي الضغط كان عالي جدا في الارت وقليل جدا في الرايت اتر، ايه اللي هيحصل لما توقف السيركوليشن؟ كله يتساوى. فيبقى الضغط الجديد ده اسمه مين سيستميك بريشر. ليه اعتبروا المين سيستميك بريشر او البريشر في الفين؟ ان معظم الدم موجود في الفينز. طب ايه كلمه فيلينج؟ لان هذه القيمه بتعكس النسبه ما بين الدم وسعه السيركوليشن،
مقدار الفيلينج يعني. فعشان كده يسموها مين ستيميك فيلينج بريشر. تمام؟ طيب تاني بقى عايزين ندرس تحسين الثلاث عامل دول على الفينوسيتات. العلاقه الام الكيرف الرئيسي هناخد الفينوسيتات مواجهه الرايت اتريال بريشر. ده العلاقه الاساسيه ويسموها فينوس فانكشن كيرفز اللي هي على غرار الكاردياك فانكشن كيرفز. فاكر في الكاردياك فانكشن كيرف كنا بنحط الكاردياك اوتبوت ضد الرايت اتريال بريشر. هنا في الفينوس فانكشن كيرف احط الفينوسيتات اجينست الرايت اتريال بريشر. دول اهم كيرفين عندنا في السيركيليشن. كاردياك فانكشن كيرف كاردياك اوتبوت فينوس فانكشن كيرف فينوسيتات. هما الاثنين في مواجهه مين؟ الرايت اتريال بريشر. سؤال لعبد الله فقط ما حدش يسألهولي. ليه العلاقه الاساسيه مع الرايت اتريال بريشر؟ الناس كده ما بتعرفش ليه. يعني ليه خدنا الكيرف الحصه اللي فاتت الكاردياك اوتبوت والحصه دي الفينوسيتات بناخدهم ضد الرايت اتريال بريشر؟ لان الرايت اتريال بريشر هو ده همزه الوسط، هو ده اللي بيخلي الفينوسيتات يساوي الكاردياك اوتبوت. يعني واحد من اهم المعلومات ان الاوتبوت يساوي الفينوسيتير، لان الهارت مش هيضخ دم ما جالوش، على هيجيله قليل يضخ قليل، يجيله كتير يضخ كتير. يبقى ايه اهم معلومه؟ ان الكاردياك اوتبوت نورمالي في النورمال بيرسونز حضراتكم جميعا يساوي الفينوس ريتير. ازاي؟ عن طريق الرايت اتريال بريشر. تعال اوريك حاجه للواجهه الاجتماعيه. لو زودنا الفينوسيتير في البريشر في الرايت اتريال بيحصل له ايه؟ هيزيد، وعليه الفيلينج بتاع الفنتكل يزيد. لما يبلي اكتر حسب ستاندنج لو يضخ اكتر يبقى الكاردياك اوتبوت هيزيد. طب اعكس، واحد حصل له هيمورج يبقى الفينوس ستاند قليل، يبقى الرايت اتريال بريشر هيقل، يبقى الكاردياك فيلينج الفنتيكولار فيلينج هيقل، يبقى الكاردياك اوتبوت هيقل. يبقى مين اللينك، همزه الوصل بين الفينوس ستاند والكاردياك اوتبوت؟ رايت اتريال بريشر. عشان كده الكيرفين سواء الاوتبوت او الفينستير نفهم بياخدوهم اجينس رايت اتريال بريشر. ده الكيرف الاساسي معايا. طيب دلوقتي نفكر مع بعض. ده هنا المين ستيميك فيلينج بريشر اللي هو الافرج بريشر في الفينز اللي هو مقداره 7. طيب ماشي هنضربك، فاهم ليه؟ كان ضرب في المريض حرام، في عضو يعني. المين ستيميك فيلينج بريشر شو بقولها 100 مره النهارده، 7 الرقم اللي اتكرمه الخالق. وهنا الرايت اتريال بريشر 0 0 تو 2. الفينوس ستيرن جاي كده، ده الفينوس ستيرن. عاوز اعرف العلاقه بين الفينوس ستيرن والرايت اتريال بريشر. مش مذاكر انا حاجه، يعني كل ما نزود الرايت اتريال بريشر بريشر جريدنت هيحصل له ايه؟ ايه رايك انت؟ عاوزك تشوفها مش عايز، يعني عاوز الطفل الدم جاي هعمل ايديا كده طول الحصه. المين ستيميك فيلينج بريشر 7، الرايت اتريال بريشر 0. كل ما يزيد الرايت اتريال بريشر يقل الفينستير، يزيد الرايت اتريال بريشر يقل الفينستير، يزيد الرايت اتريال بريشر يقل الفينستير، لان بيقل البريشر جريدينت. يبقى الكيرف هابط ولا صاعد؟ هابط، ما دام العلاقه عكسيه. كل ما ده يزيد ده يقل، يزيد يقل، يبقى الكيرف في علم المنحات يبقى هابط. يبقى انا متصور الكيرف لازم يبقى شكله كده. خلاص؟ في داون سلوب، كل ما زود الرايت اتريال بريشر يقل الفينوس ريتير. انا مش حافظ ولا رقم في الكيرف ده، بس انا اقدر احط لك ارقام من دماغي دلوقتي. افتكر مش الاذكياء الحقيقه، للطالب العادي ده ايه ده طول الحصه؟ ده المين ستيميك فيلينج بريشر مقداره 7. ده ايه ده؟ الرايت اتريال بريشر مقداره 0. كل ما يزيد الرايت اتريال بريشر يقل الفينوس ريتير.
يزيد رايت انتر بريشر ايه الفينس تير. طب تتوقع امتى يقف الفينس تير؟ لما رايت انتر بريشر يساوي كام؟ 7، لان ما بقاش فيه بريشر. يبقى عندي 7، ادي اول رقم ببلاش اهو، يبقى هنا الفينس تير زيرو. كيرف ما بقاش هقرع، حطينا فيه رقم اهو، مش مجرد خط نازل. لو وصل 7 يبقى الاثنين عند بعض، لو ده بقى 7 يبقى ده عند ده، يبقى مش فينس تير. وده مش عاوزه طالب وطفل، دي عاوزه طفل في ثالثه ابتدائي. هو جاي من بريشر 7 هنا 0، ده يزيد ده يقل، ده يزيد ده يقل، ده يزيد ده يقل. امتى يوقف؟ لما ده يساوي ده، يعني لما رايت انتر بريشر يساوي 7. مين مش مقتنع يقول لي انا مش فاهم؟ مين يجرؤ يقول مش فاهم؟ طيب، لانه مش طب ده. انا مش عاوز تبقوا مخضوضين قوي نقول كيرف الطرف كلها اتخضت. كيرف فينس فانكشن كيرف المواعيد يا غدر. طيب والعكس يا شباب، كل ما رايت انتر بريشر يقل الفينس تير يزيد، يقل يزيد، صح؟ طيب الماكسيمم هيبقى هنا فينس تير عند ناقص 2 ناقص 4، ده الماكسيموم فينس تير. هيبقى الفينس تير ماكسيموم. ليه؟ تعال نفكر. ده المين ستيمك فيلينج بريشر مقداره ما بزهقش 7، وده الرايت اترا بريشر مقداره 0. لو نزل تحت الزيرو بقى ناقص 2، يبقى البريشر جدا حصل له دلوقتي زاد، يبقى ده المفروض يزود ال فينس تير، صح؟ يبقى ده المفروض يزود فينس تير. لكن لما ينزل من 0 ناقص 2، طالب ذكي، ناقص 2 دي نيجاتيف بريشر، يعني هو اوريدي 0. لو نزل هيبقى تحت الزيرو، هيبقى نيجاتيف. فما ينزل يبقى نيجاتيف، الفينز هتكولابس تقفل، لانها تفتح لو البريشر هو عالي بوزيتيف، وتقفل لما يبقى نيجاتيف. ده يعمل ايه في الفينس تير؟ لما تقفل الفينز يزود ولا ينقص الفينس تير؟ يبقى اصبح عندي عامل يزود وعامل ينقص، وبالتالي وصلنا بلاتو من اول الزيرو. فانا عندي بلاتو. يبقى ايه سبب بلاتو تاني؟ ان عاملين ضد بعض. ده كام ده؟ ده اسمه ايه ده؟ مين سيستميك فيلينج بريشر ومقداره 7، وده الرايت انترا بريشر ومقداره 0. لو نزل الرايت انترا بريشر تحت 0، ده من ناحية يزود البريشر جريديانت، فمفروض يزود الفينس تير. لكن لما ينزل تحت السيف، تحت السيف يبقى بقى نيجاتيف بريشر، فده هيعمل ايه في الفينز؟ يكولابس الفينز. فده من ناحية ثانية ينقص الفينس تير، يبقى حاجة تزود وحاجة تنقص، يبقى بلاتو. خلاص؟ ما بين الداون سلوب والبلاتو ده في ترانزيشنال زون، يعني ما عندناش كلمات عامله كده، مفيش كده في الدنيا، في تضرب من هنا لهنا، ده يسموه ترانزيشنال زون. يبقى هذا الكيرف في 3 اجزاء، في داون سلوب، في بلاتو، في ترانزيشنال زون. سهله جدا. مين ستيميك فيلينج بريشر مقداره 7، رايت انتر بريشر مقداره 0. ناخد مرة ما يزيد، كل ما يزيد فينس تير يقل، يزيد فينس تير يقل، يزيد فينس تير يقل، يبقى ده داون سلو. يقف امتى؟ لما الرايت انتر بريشر يساوي المين ستيميك فيلينج بريشر يساوي 7. برافو عليكم. ناخد الناحية التانية لما يقل. بالأمانة ما عاوز طالب في كلية الطب، عاوز طفل بس مفتح دماغه معايا. ده 7 وده 0. نزل الرايت انتر بريشر تحت 0، يبقى من ناحية زاد البريشر جريديانت. ده المفروض يعمل ايه في الفينس تير؟ يزود. لكن نزل تحت الصفر، تحت الصفر يعني بقى نيجاتيف بريشر. اي حاجه تفتح لما البريشر يبقى فيها عالي بوست، وتقفل لو البريشر فيها، فده يقفل الفينز. لما يقفل الفينز يعمل ايه في الفينس تير؟ يقلل الفينس تير. حاجه تزود وحاجه تنقص، اذا ده الريتيرن يقعد ثابت. بلاتو ما بين الداون سلوب والبلاتو في ترانزيشن زون. ده واحد من اشهر
الكبات واسهل الكبات لو تفتح دماغك. اسمه فينس فانكشن كيرفز. على غرار لو كنت حاطط هنا الكاردك او تطلع حطه دلوقتي على الكيرف بعد شويه هنسميها كاردك فانكشن كيرفز. في علاقه ما بين الفينس تيب او كاردك اوت مع مين؟ مين اهم علاقه؟ رايت اتريال بريشر، اللي هو ده همزه الراس، هو ده اللي بيخلي اندر نورمال كونديشن فينس تيب ايكوالز كاردك اوت. لو زاد الرايت الفينس تيب هيزيد الرايت اتريال بريشر، هيزيد الفيلينج زيد اوت، والعكس العكس. فانا العاملين مفيش دكتور، هاخد التو فاكتورز دول على الكيرف. مش عاوز اسالني خلاص، عاوز اسالني بسالني في الاخر عشان بس ايه خلي السخونه اللي موجوده في القصه نكملها. عاوزين بقى ندرس العاملين دول على نفس كده. انا بعلم اطفال، قلت في حياتي مش محتاج عبقر عشان يفهموني، محتاج واحد بالامانه. اقصى حاجه ما وصلت سادسه ابتدائي، طول عمري اقولها خمسه ابتدائي كفايه عليا، يعني ابتدائيه لا ابتدائيه كتير قوي عليا، خمسه ابتدائي يفهم اللي انا بقوله. ده ايه ده؟ ومقداره؟ وده؟ رايت اتريال بريشر. انا عاوز ادرس بقى تاثير المين سيستميك فيلينج بريشر، يبقى القاعده تقول لازم العامل الثاني اثبته. انت هتقول بقى لو زودت المين سيستميك فيلينج بريشر يبقى البريشر جريدينت هيزيد، يبقى الفينس تيب هيزيد، يبقى الكيرف الشيفتد ابورد اند تو ذا رايت اهو. ده لو زودت المين سيستميك فيلينج بريشر، وده يتاتى بطريقتين، ما عاوز حتى ليه دعوه اللي مكتوب في اللي هم كاتبينه، هكتب الاثنين مش واحده. احنا قلنا ده فيلينج مواكبه الدم للكاباسيتي، الضغط جوه الفينز يزيد في حاله اثنين، لو زاد البلاد فوليوم او لو قل الكاباسيتي، يعني السمباثيتك بيقلل الكاباسيتي لانه بيعمل فينو كونستريكشن، يقلل الكاباسيتي يبقى البريشر يزيد، او لو زاد البلاد فوليوم. هم كاتبين واحده فيهم بس انا عاوز اكتبها اثنين عشان ام اس كيو، لو نقلوا سؤال من بره ام اس كيو. هثبت الرايت اتريال بريشر وهلعب في المين سيستميك فيلينج بريشر اللي هو كام؟ سبعه. هنزله لتلاتة ونص يبقى الجريدينت قل، يبقى الفينس ستيب يقل، يبقى الكيرف يبقى شيفتد داونورد اند تو ذا ليفت اهو. بس برضه عاوز طالب ذكي، لما قللته من سبعة لتلاتة ونص يبقى امتى هيبقى في الفينس ستيب؟ لما الرايت اتريال بريشر يساوي كام في الحاله دي؟ سبعة ولا تلاتة ونص؟ تلاتة ونص. عشان كده هنا نزل امتى يوقف وهنا زل. يبقى خلصت المين ستيبك فين بريشر، فاضل لي مين بقى؟ ريزيستنس تو فينس تير. يبقى هدرس ريزيستنس تو فينس تير، يبقى اعمل ايه في العاملين التانيين؟ ثبتهم. قال لي طريقه في الشرح ما بغيرهاش، تدرس عامل تثبت الباقي. ده المين ستيبك فين بريشر ومقداره؟ سبعه. وده الرايت اتريال بريشر ومقداره صفر. هستخدم ايدي دي تاني، اعتبرها موجوده هنا، اعتبر ان انا عندي ثلاثه دراع. في ارز اهو طيب اهي صح؟ هنا بقى الفينس ريزيستنس، لو زودت الفينس ريزيستنس الفينس تير هيقل، قللت الفينس ريزيستنس الفينس تير يزيد صح؟ ولا صعبه؟ ما تزود الريزيستنس التير يقل، تقلل الريزيستنس التير يزيد، يبقى واحده تطلع الكيرف من فوق والثانيه تنزله لتحت تمام؟ طيب عشان بس ما لخبطكش هنا. يبقى ده الكيرف الاساسي اللي هو فيه داون سلوب لو كنت فاكر، وده ايه؟ بلاتو، دي اسمها ايه؟ ترانزيشن زون. لو زودت الفينس ريزيستنس الكيرف هيقل كده. ده لو زودت ريزيستنس تو فينس تير، انما لو قللت الريزيستنس يبقى الفينس تير هيزيد، الكيرف هيطلع كده. ده مين ستيبك فيلينج بريشر سبعه، وده رايت اتريال بريشر زيرو، هثبته منين دول وهلعب في الريزيستنس، الريزيستنس زادت الريتير يقل، قلت الريتير يزيد، ده اللي مكتوب قصاده. بس في فرق بين الكيرف ده وده،
منه؟ ان هنا الفينس نيرف في جميع الاحوال بيقف لما الرايت اترا بريشر يساوي 7. برافو عليك، لان احنا ثبتنا دول، ده 7 وده 0. فكر معايا، ايا كان الريزيستنس وطيت زادت في جميع الاحوال، امتى يقف الفير ستير؟ لما الرايت اترا بريشر يساوي المين ستيرك فيلينج بريشر يساوي 7. انك مثبت العاملين دول، ايا كان الريزيستنس، ايا كان الريزيستنس عاليه واطيه، يقف امتى الفير ستير؟ انسى الريزيستنس، هيقف امتى؟ لما ده يساوي ده، يعني يساوي 7. انما هنا انت كنت بتلعب في المين ستيرك فيلينج بريشر بتزوده، يبقى يقف لما ده يزيد عن 7، تنقصه يبقى يقف لما ده ينقص. لكن هنا انت مثبت دول، مثبت دول، يبقى في جميع الاحوال ايا كان الريزيستنس انت يقف في المين ستير. لما الرايت اترا بريشر يساوي المين ستير في بريشر يساوي 7. عشان كده الكيرفات انتقض في نقطه. هل ده حاجات صعبه؟ الطلبه بتقول لك ما فهمناش في المحاضره الفاكتورز افكتنج المين ستير. You don't think about it. عاوز الطفل مش في سادسه ابتدائي، في كم؟ في 5 ابتدائي. نعيدها ثاني بقى بسرعه. الفينس ستير في مفهوم العبد الله هو دم راجع من الفينس رايح لل رايت اتر. اي فلو في الدنيا يتاثر بعامل ايه؟ مالهاش دعوه بالطب. بريشر جريديانت اوفر ريزيستنس. P1 minus P2 over resistance. يبقى لازم يبقى في كام عامل يأثر في أي فلو؟ 3. من غير ما نبقى مذاكرين. طريقة جميلة. Pressure في الرايت اترم 0 عارفينه. Resistant to venous ether. Resistant to venous ether. تزيد بالسمباثاتيك تقل لو عملنا بازو دايلتيشن. فاضل pressure في الفينس. ده الجديد في الموضوع شوية. بدل ما نقول venous pressure يعني عملناه اسمه جديد شوية. مين ستيريك فيلينج بريشر. قلنا من هو المين ستيريك فيلينج بريشر؟ مين يعني ايه؟ الافريج بريشر ان سيستميك سيركيليشن. بس الكلمه المهمه وان ذا هارت از ستوب. لو وقفت الهارت في الحاله دي سؤال ام اس كيو، لو وقفت الهارت الارتيريا بريشر هيحصل له ايه؟ هيقل والفينس بريشر يزيد فرانتيس لحد ما كلهم يبقوا زي بعض ورقم لا ينسى اللي كرمه الخالق 7. انا عاوز زي الكتاب من 6 ل 8 بمتوسط. هم بقى يجوا في الحته دي بقى 6 ل 8 هي دي المهمه. 7 خلاص. ليه سموها فيلينج؟ ليه الاول اعتبروها الافرج بريشر في الفينز؟ لان معظم الدم في الفينز. طب ليه قالوا عليها فيلينج؟ لانها بتعكس مواكبه الدم لسعه السيركيليشن. تبقى 7 يبقى كده متظبطه. حجم الدم اكثر تزيد، حجم الدم اقل العكس في الكاباسيتي. وسعت الفينز اكتر من حجم الدم ثبته، وسعت الفين بريشر اذا انتهى البريشر يبقى هي بتعكس الفيلينج صح؟ يعني بتساعدنا ان احنا نعرف امتلاء السيركيليشن متظبطه ولا مش متظبطه. العلاقه الاساسيه عندي ثلاث علاقات. مين العلاقه الاساسيه؟ فينس ستير. اختار واحده من الثلاثه دول. الكيرف الاساسي اجينست ايه؟ رايت اتر بريشر. ذا سيم از كارديك فانكشن كيرف. مش مكتوب في الكتاب ليه؟ بس انا فهمتك ليه. ليه اختاروا مع الرايت اتر بريشر؟ لان ده همزه الوصف، هو ده اللي بيخلي اندر نورمال كونديشن ذا فينس اتر ايكوالز ذا كاردياك اوت. زاد الفينس اتر يزيد الرايت اتر بريشر، يزيد الفيلينج يزيد الكاردياك اوت، والعكس العكس. انا ما عنديش فكره عن كده، عمري ما شفته، بس بفكر. احنا ندرس الرايت اتر بريشر اللي هو زيرو ده 7. كل ما ازود بيسر يقل، ازود يقل، ازود يقل، يبقى علاقه عكسيه ام طرديه؟ عكسيه. يبقى الكيرف هابط ام صاعد في علم المنحنيات اللي هو تافه، يبقى لازم يبقى هابط. ما عنديش ولا رقم بس بفكر. ده 7 وده 0. امتى يقف؟ لما الرايت انتر بريشر يساوي 7. يبقى هنا لما ينزل ل 7 يبقى الدي ستيل يبقى 7. طب ناخد الناحيه الثانيه بالعكس، هنقص الرايت اترا بريشر، يبقى من ناحيه المفروض الفينس ستير يزيد لان الجريدان زاد. هو كام الرايت اترا بريشر؟ زيرو. يعني ايه تنقصه؟ يعني دخلت في النيجاتيف سايد. لما حاجه يبقى البريشر فيها بوست بتوسع، ما يبقى فيها نيجاتيف
كولابس. الكولابس ده يساعد ولا يقلل فينس تير؟ يبقى من ناحية يزود ومن ناحية يقلل، يبقى ثابت. بلاتو ما بين الداون سلوب والبلاتو فيه ترانزيشن زون، ده الكيرف الاساسي. يبقى هندرس العاملين التانيين على نفس الكيرف. عاوز اطفي بثبت الرايت انترفيشن عندي، هلعب في ده وهلعب في ده. لو نزلته من 7-3.5 الفينس تير يقل، وفي الحاله دي امتى يقف الفينس تير؟ لما الرايت انترفيشن يساوي 3.5 مش 7 اللي احنا نزلت ده، لما ده يساوي ده هيقف. يبقى عشان كده هيقف عند اقل من 7. ونفس المنطق لو زودته عن 7 يبقى ده هيزود الفينس تير، يبقى الكيرف شيفت ابورد اند ده رايت. وفي الحاله دي هو بقى 14 مثلا، يبقى لازم الرايت انترفيشن يوصل كام عشان يقف الفينس تير؟ 14. اهو يبقى لازم يزيد. سهله. نيجي الثانيه هنلعب في ريزيستنس، يبقى نعمل ايه في الاثنين التانيين؟ الرايت انترفيشن عند 7 وده عند دول ثابتين، هلعب في الريزيستنس. زودت الفينس تير، الفينس تير يقل، نقصت الفينس تير يزيد. لكن في جميع الاحوال امتى يقف الفينس تير؟ لما الرايت انترفيشن يساوي مين سيستمك فيه بريشر يساوي 7. انا مثبت دول. نظري مهم وسالف عليه نجمه، واحد من اهم الموضوعات في الطب، ولا يمكن هيتقال بابسط من الطريقه اللي قلتها دي. يعني ما فيش ابسط من كده. وزي ما بقول ياما كده، في كان في طالبه في قلت لكم، كانت ساعات افري ناو دين تقول الراجل ده اذا ماجيشن. ما فيش ماجيك، هو سمبل، لانه كيرفات بيبقوا متعقدين منها في عيشتهم. سو سمبل. انا اقول لك ده كيرفات بتاعتي السر مليان كيرفات. اخ خرابي. طب تعالى نحسب الريزيستنس. الفينس تير نحسب الريزيستنس في الفينس سيركيليشن. بتساوي المين سيستميك فيلينج بريشر ناقص الرايت اتريال بريشر على الريزيستنت فينس تير. عاوز الريزيستنس عاوز احسبها، يعني هطلع دي هنا يبقى نازل دي مكانها، ممكن ولا مش ممكن؟ يعني معادله تبص، لو طلعت دي هنا اللي مقسوم هنا يبقى مضروب هنا، والمضروب هنا يبقى مقسوم هنا، يبقى الريزيستنت تو فينس تير وهنا الفينس تير. نحط الارقام، المين ستيريك فيلينج بريشر كام؟ 7. او كتبوها 7 هنا حتى، بس ما ينفعش تجيبوها من 6 ل 8 صح؟ لازم رقم، اختار رقم كام؟ بس هما بقى قال لك عبد الله بيقولها 7، و7 دي بقى على رقم سهل بيقول لهم تحفظ، لا خليها 8 بقى عشان نبقى مختلفين. شوف يا اخي قال له علمني التفاهه او الهيافه، عارف المثل؟ قال له تعالى في الفارغه وتصدق. واحد بيقول لابوه علمني الهافه، يعني شاب بيقول لابوه علمني الايه؟ الهافه. بيسال ابوه بيقول له عاوز اتعلم الهافه، قال له تعالى بالفرغه وتصدر. ده هو الهافه. 7 والرايت انترفيشن كام؟ 0. والفينس تير ديورينج ريست 5 لتر، يبقى 7 ناقص 5 ناقص 0 على 5 تبقى 7 على 5 اظن تبقى 1.4. لانه 7 على 5 ب 1 ومعانا 2 نستلف لها 0 يبقى 20 على 5 تبقى ب 4، بس اذا استلفنا يبقى بوينت. والله الشحة 7 على 5 تساوي 1.4. عارف مين يجرؤ يقول مش فاهم؟ طب التمييز مشتق من المعادله، ده بيتقاس بالملي متر مربع وده لتر في الملي، تبقى تمييز ملي متر مربع كل لتر كل ملي. هنكتب ازاي نستقي التمييز من المعادله؟ واهم حاجه في اي رقم ايه؟ تمييز. لابد ان تميز، ما تميز تبقى مسخره. سهله سهله. دي حاجه بقى يغلب الكلمات في ستين كلمات. هو في ستين ده صعب بلا عبط يا راجل، ارمي اقلب الصفحات من فضلك. نيجي بقى لسؤال سهل ابن حلال كده. فيلاسيتير از كنترول، ايه الحاجات اللي بتساعد فينا ستيرن اجينست جرافيتي؟
الحاجات اللي بتساعد الفينس نيرف ضد الجرح. يعني وانا واقف كده الهارت بيطمب الدم في الارتيس. طب مين بيحرك الدم في الفينس؟ عكس الجرح. يعني كده اهو بتعيه، يعني بتعيه الدم يرجع في الفينس عكس الجاذبية. يعني انا بحب احكي الاطفال، ممكن احكي القصة الطفولية بتاعتي ولا حضرتك عندي الاعتراف؟ طيب شكرا. شكرا. واحد ساكن في دور عالي ما بتوصلش، في دور عالي، فراح للراجل اللي بيبيع بامبس مضخات وقال له انا عاوز مضخة عشان خاطر طلع الماء فوق مش ماء بتوصل. فالراجل بيتناقش معاه قال له بقى نركب تحت مضخة ضاغطة يعني تدفع الماء فوق. فقال له انا خايف السرق عاوز اركبها في بيتنا فوق في الشقة. قال له بقى ما ينفعش مضخة ضاغطة، لازم تبقى شافطة. يبقى في كم نوع مضخات؟ في بامبينج وفي ساكشن، صح؟ لو تحطها تحت تبقى بامبينج، تحطها فوق تبقى ساكشن. واحنا وراء الخلق ايه؟ الخلق يقول جوفة، صح؟ والكمال لله وحده. يبقى ربنا يستخدم أني فيهم؟ لأنه وراء الخلق شعور ربنا هيستخدم حاجة ويسيب حاجة، يستخدم كله ربنا، صح؟ تعال نشوف بقى، تدي باللي ضاغط تحت، حتى ما كتبهمش كلهم بس انا شوف انا اشرحها ورزق على الله، وهم يعني خدوا اللي هم كاتبينه. فالفكره كانت في ثلاث مضخات تحت اكشن. ترتيب الاهميه، ان اول ما انا اقف كده السيمباثاتيك بيعمل فينو كونستريكشن، يعني السيمباثاتيك بيكونستريكت الفينز يمين او الباف. السيمباثاتيك يعمل فينو كونستريكشن عشان يطلع الدم على فوق. اقوى كونستريكشن ده مش في الكتاب، ما كتبوهاش سوء الحظ لاني كنت كاتبه، يحدثه السيمباثاتيك مش في الارتري، مش في الارتريول، مش في الكابيلري، في الفينز. السبب اللي قلناه ده ان حضرتك كنت نايم وانتفضت واقفا، طب الدم هيقع على تحت سيمباثيتك يروح عامل فينو كونستريكشن. اول ما بقف ايه اللي بيوقفني؟ عضلاتي لازم تنقبض، فالعضلات بتاعه اللور ليمز هتنقبض، فده هيسكويز الفينز. كان بيسميها الدكتور مدحت، الدكتور احمد جلال، ان ده البريفرال هارتس، يعني زي ما في سنترال هارت بيضخ بالارتري في بريفرال هارت ضخ في الفينز، صح؟ انا شايف ان في قوه ثالثه، انه بس اروح اتملي سؤال ليه ربنا يمشي الارتريز جنب الفينز حتى يسموها فينا كوميتنس. يعني تملي ربنا لازق الارتري بالفين لازم كده عشان يعمل بالسيشن. البالس ده يساعد، البالس ده يساعد الزق فوق. يبقى حقيقة الأمر من تحت في ثلاث قوى، في أهم واحدة السيمباثاتيك فينو كونستريكشن تول، وبعدين الماسل بامب، وبعدين الأرتيريال بالسيشن. واللي يستسلم يروح يقول لي طب هندوس كده الدم يروح نازل على تحت ليطلع لفوق، إن ربنا حاطط هنا إيه بقى يا شباب؟ بامبس. ده اللي بيستسلم القوة في هذا الاتجاه. ده قوة الضغط. نيجي بقى قوة الشفط من فوق. ريسبيراتوري ساكشن. انه مع الانسبريشن ده فرام بيزرع بيطلع، نسيت مع الانسبريشن برافو ده فرام دي السن هينزل كده. يبقى بدل ما الضغط تحت خمسه لما المسافه دي الضغط تحت يحصل له ايه؟ يزيد يبقى سته. وبدل ما الفرق الانترا بلورال بريشر هنا ناقص اربعه يبقى هنا ناقص ثمانيه، صح؟ مور نيجاتيف المساحه دي وسعت. يبقى البريشر جريدينت هنا كان كام؟ جريدينت فرق بين 5 0 ناقص 4 عشان تبقى سهله بالحزب. يبقى كام؟ مقتنعين ليه؟ من 5 للصفر 5
تختار بعض الفرق هنا كم؟ 9 إنما هنا 6 بقى تبقى برضو لك ما فيش داعي 6 0 ناقص 8 تبقى 14 يبقى during inspiration البريشر هنا بيحصل له ايه؟ بيزيد ده اسمه اسباتوري ساكشن لأن البريشر becomes more negative in inspiration الانترافلورال بريشر اللي هو اسمه انتراثوراسيك لانه اثر على الفينز والاسوفيجاس وكله البريشر في الفينز يبقى مور نيجاتيف مع الانسبريشن فده يروح شافط الدم صح لسه في كمان قوه ثانيه فوق ساكشن ثاني اسمه كاردياك ساكشن كاردياك ساكشن كاردياك ساكشن ده نقسمه الى حاجتين اترال ساكشن وفنتريكولار ساكشن اترال ساكشن فاكرين كنت حكيت لكم قصه في الماكسيمم ايجكشن من ضمن الحاجات اللي بتنقبض الكابيلاري ماسل فدي بتشد الكورده تديني تروح جايبه دول تحت كده حتى كنا قلنا لما كنا بنرسمها ايه سي كنت بنزل بيها كده وبعدين في فاكر البريشر تشينجز في الاترا اسف كنت قلت اهم حاجه ان انت ما هنا بتنزلش الصفر تبقى فعلا نيجاتيف ففي الماكسيمم ايجكشن ده بيكريتس نيجاتيف بريشر في الاتريوم فده بيساعد السكشن اوف بلاد مصادفه جميله ده ماكسيمم ايجكشن الفنتكل في الماكسيمم فيلينج بيوسع جدا ماكسيمم فيلينج يبقى هنا ماكسيمم ايجكشن ماكسيمم فيلينج فيكريت هنا نيجاتيف بريشر فيروح شفط الدم يبقى الاتريال سكشن في الماكسيمم ايجكشن حلوه الاثنين زي بعض الفنتريكولار ساكشن في الماكسيمم فيلينج يبقى الاترال ساكشن في الماكسيمم ايجكشن والفنتريكولار ساكشن في الماكسيمم فيلينج انا بقى عندي تامل خاص بيا يعني ما حدش بيقوله هقوله بس كده عشان بحب اتسلى يبقى اول فكره اتعلمناها ان وراء الخلق خالق فربنا استخدم البامبنج واستخدم ايه ساكشن فورس صح كل الحاجات من تحت في ثلاثه بامب ملناش دعوه مكبين اقل بس يعني لما بشرحها لو انا اللي هكتب اكتب ده كله فاهم القصه صح يبقى في سمباثيتك فينو كونستريكشن والماسل بامب والارتيريال بالسيشن ثلاثه تحت وفوق في اثنين ساكشن ريسبيراتوري ساكشن وكاردياك ساكشن ديورينج انسبيريشن الانترفلور بريشر بيكمز مور نيجاتيف فده بيصك وشفنا ازاي الجريدينت زاد من 9 الى 14 والكاردياك ساكشن في الماكسيمم ايجكشن العضله بتقصر من ضمن الحاجات اللي بتقصر الكابيلاري ماسل تروح شاده الكافس تحت الكريت نيجاتيف بريشر يساعد الفينس في الماكسيمم فيلينج نفس القصه عن تامل خاص ان هما مش مجرد ثلاثه من تحت بامبي واثنين من فوق ساكشن ده هما سباق تتابع عارف لما بيجروا بالتتابع مع العصايه وبعدين يديها لواحد يديها اللي بيجري بيها الثاني عارفين سباق تتابع في الاولمبياد ده سباق تتابع قوة بتسلم قوة يبقى البامبينج فورسز دول من تحت وظيفتهم ينقلوا الدم من الفينز تحت للفينز في الابدون بس كده بعدين يجي الريسبيريشن تروح نازل دافرام يروح ناقل الدم من الفينز في الابدون للفينز في الثوركس وبعدين الاتريال ساكشن من الفينز للثوركس للاتريال وبعدين الفنتريكولار ساكشن من الاتريال للفنتريكولار لضمان ان كل قطر الدم تحت وصلت في الاخر للمرجو وهو الفنتكل سباق تتابع البامبنج فورسز نقلوا الدم من تحت لحد الابدومينال فينز نزل الدافرام راح نقلها من الابدومينال فين للثراسيك فينز الاترال ساكشن خدها من الثراسيك فين للاتريا وبعدين الفنتكل ساكشن من الاترا لل ايه العظمه دي؟ ايه الروعه دي؟ لانه وراء الخلق لما شرحتش بالطريقه دي كنت كرهت الشرح من زمان ده انا هقعد اقرا بقى يلا يا نقول مع بعض مكتوب قصادك ايه يا بابا اقرا معايا ايه عاوز معنى الكلمه دي اقولها لك شغال ديكشنري اقلب الصفحه اتفضل ده سؤال نظري مهم السؤال فوق مين ستيرك فيه البريشر كامل نسيت
لو عاوزين نغلس يبقى من كام لكام؟ 9.8 الرايت اترا بريشر كام؟ 0 ريزيستنس بقى عاوزين نحسب الريزيستنس يبقى 7 ناقص 0 على الفينس دير 5 تطلع كام؟ 1.4 التمييز مليمتر مركري كل لتر كل متر ده ملخص من دلوقتي بقى عاوزين نحط كيرفين على بعض الفينس مع الكارديوك فانكشن كيرفز اهم كيرفين في الباسكو الفينس كيرف ده موضوع مهم جدا والكارديوك اوتبوت موضوع مهم جدا هما الاثنين هنرمي ايه على الارض قلنا لازم نرمي على الارض خلاص عايز نحط الفينس كيرف كيرف والكارديوك فانكشن كيرفز لو هقول فينس يبقى احط فينس كيرف خلاص طيب لو هقول كاردك احط الكاردك اهو حط فينس كيرف كان انا فاكر كان في داون سلوب كان بيقع فين عند كام 7 الحته دي كانت ايه طالعه على الناس ده تو ده تو ما بينهم في ترانزيشن فاهمين ولا صعبه كاردك اوت كل قلناها الحصه اللي فاتت هذكرك بيها كل ما زاد الرايت اترال بريشر كنا سميناه ده الفنتريكولار فيلينج بريشر لان الفنتكل بيملى الاتريم فكل ما البريشر في الاتريم زاد الفيلينج يزيد وبالتالي الهارت بيلي اكتر حسب ستارنج لو يزيد الفورس اوف كونتراكشن فيزيد كاردك اوت يبقى العلاقه هنا طرديه ام عكسيه طرديه كل ما زاد الرايت اترال بريشر يملي اكتر يضخ اكتر يبقى كيف صاعد ام هابط؟ هيبقى صاعد. وبعدين برضه في بلاتو. يعني هنا في بلاتو وهنا في بلاتو، لا انا اسف نفسي اعملها بقى باللون الاحمر. عشان تبقى يعني يميز الكيرفين مع بعض، انا متاسف عندي علوان. عشان حتى لما اكتب هنا كارديك اوتبوت يبقى نفس الكلام بس العلاقه مع مين؟ مع الكارديك اوتبوت. ليه في بلاتو فوق مفهوم طبعا لان ستارلينج لو قال ذا جريتر ذا انيشال لينث ذا مور ويل بي ذا فورس اوف كونتراكشن وذين في ليميت حتى انتوا عارفين الليميت ده لو انت اتليتيك اقصى حاجه يضخها القلب كام لتر 35 بدل 5 لتر ولو انت عادي كم مره تزيد 3 4 مرات ولو انت كبير في السن مرتين لو انت عندك هارت فيلير مش هتزيد خالص حلو كيرفين كده اهو حاجه مش بس كيرفين قرع يعني ما فهمش ولا رقم الباب غير ارقام شكلها وحش مش كده انا مش حافظ حاجه بس عاوز اقلطع شويه ارقام في الكيرف 100% ده النورمال اللي هو في النورمال ده بيبقى الرايت اتريال بريشر من 0 الى 2 0 2 عشان نبقى زيهم بالظبط وفي الحاله دي الفينس تيرن يساوي الكاردك اوتبوت يساوي 5 لتر اعداد واحد ده كل حاجه نورمال ما هو الانترسكشن ده اللي هو النقطه النورمال اللي فيها الفينس تيرن يساوي الكاردك اوتبوت يساوي 5 لتر وهنا 0 2 طب انا بقى عاوز ازود الكاردك اوتبوت فقال لك في طريقتين انك تلعب في الهارت او تلعب في الفينس تير يعني خلي الهارت حط عليه بوست جنوتروبيك يبقى الهارت يضخ اكتر ولا اقل يضخ اكتر مش كده يبقى لو حطيت بوست جنوتروبيك هيضخ اكتر يبقى الكيرف هيطلع لفوق يبقى الكيرف اللي شيفتد ابوردز اند تو ده مش هوريها لك ابوردز ولا ايه هنا الاحمر بس ما بنحفظش ليفت ورايت ليفت ورايت دي حسب الكيرف ده لما يطلع لفوق يبقى تو ذا رايت انما لما يطلع لفوق يبقى إيه احنا بنحفظ زاد ونقص ونشوفها بقى راحت رايت راحت ليفت هي ونصيبها مش حافظين بقى مش دي ماسكه في دي حسب اتجاه الكيرف لو الكيرف كده
يبقى upwards to the right. لو كيف كده يبقى upwards to the left. فلما حطيت post inotropic الهارت انقبض بعنف cardiac output زاد. يبقى ده post inotropic. حصل حاجتين هنا 100% cardiac output بدل ما هو 5 لتر زاد شوية صح؟ بس زاد تافه. والرايت اتريال بريشر سؤال الام اس كيو حصل له ايه في الحاله دي؟ بص على الكام مش في وشي. الرايت اتريال بريشر حصل له ايه؟ قال يبقى ما هو تاثير البوست انوتروبيك لما تقوي انقباض القلب على الكاردك اوتوب 100% زياده بس زياده تافهه والرايت اتريال بريشر هيقل. عاوز تزود الكاردك اوتوب بحاجه حقيقي يعني زياده بحاجه حقيقي ما تلعبش في الهارت العب في فينس تيرد. لما تعمل اكسرسايز الفينس تيرد بيحصل له ايه؟ بيزيد. العب بقى في الفينس تيرد يبقى الكيرف بتاع الفينس تيرد ده هيترمي كده لفوق صح؟ اهو هيبقى ابورد اند تو ذا رايت. بالشكل ده بقى يحدث زياده معتبره محترمه في نفس الوقت الرايت اتريال بريشر بيزيد. هو طبعا في مرحلتين اول بيتساووا وبعدين بيزيد يعني زي احنا ممكن ازود المين ستيمك فيه بريشر بطريقتين يا ازود الفوليوم يا اقلل ايه الكاباسيتي واحده ترجعني للنورمال وبعد واحده تاخدني اكتر بقى انا اخدتهم مع بعض. من هنا نخلص انك زياده الكاردياك اوتبوت اساسي في الجسم بتحدث باللعب في الهارت ولا باللعب في الفينس تير؟ بس ده اللي عاوزين تطلع بيه ان اهم زياده لو عاوز تزود الكارديو اوتو في الاكسرسايز اساسا مش انقباض القلب يزيد. انقباض القلب يزيد ده هيزودها لك بس اصل فكر حتى بالعقل انسى الكيرفات هو الهارت بيضخ لرجاله مش كده ولا هيجيب من الهواء. فلو انت ثبتت الفينس تير هيضخ اكتر شويه عارف منين من اللي جواه واللي جواه ده كميه ايه محدوده ما انت الفينس تير ما زادش وقوه انقباض القلب هيضخ اكتر 100% بس في الاخر فين الريزيرف بتاعه اللي جوه اللي بدل ما يضخ 70 سم من 130 يضخ 80 90 ويتبقى فيه الباقي بقى ده 40 سم. فهمت ليه الكميه محدوده؟ ده اللي ما شرحوش الزميل ليه زياده قوة انقباض القلب من غير وانا مثبت الريزيرف تاثيرها على الكاردك اوتو التافه. انت مرجع له نفس الدم وخليته ينقبض اقوى هيعمل ايه؟ هيزود. يزود منين؟ ما هو الفينس تير ثابت. يزود من اللي جوه اللي هو كميته ايه؟ محدوده. بدل ما يضخ 70 من 130 يضخ 90 من 130 ما عمره ما هيقدر تماما. لكن عاوز زياده حقيقيه سستنشل محترمه لازم تزود له اللي راجع تزود الفينس. فما يبدو في المحاضره غير مفهوم لاصغر طفل معايا هنا فاهمها كويس قوي دلوقتي. دي من اهم الحقائق في الطب في الام اس كيو. تبدو عندهم صعبه انما احنا بنعيشها مع بعض. انت مرجع نفس الكميه الهارت هيضخ من بيتهم. بيتهم فيه قد ايه؟ اللي جاي له ما هو هو. من بيتهم، بيتهم ده كل اللي فيه 130، في النورمال بيضخ منهم 70. حطيت له حاجة هيضخ قد إيه؟ 80 90 يبقى زودنا ما زودناش 35 لتر مش الخمسة بقوا 35 في الأتلتيك. ده إحنا زودنا مش باللتر. ال 70 بقوا 90. اضربها في الهارت ريت بدل 70 في 70 70 في 90. 70 في 70 بكام؟ عارفين تحسبه 4900 يعني 5 لتر. 70 في 90 6300 يعني 6.4 لتر. زودت 3 لتر وشويه. مع ان ما احنا ممكن نوصل مش ال 5 يبقوا 6 ال 5 يبقوا 35. بيجوا ازاي دول بقى؟ تزود فينوس كتاب هو يضخ اكتر. فاهم زياده في الكارديك اوتبوت مبعثها انك تحسن انقباض القلب ولا تزود له الفينس تير؟ مين مش فاهم؟
مين يقدروا يقول مش فاهم؟ لان ده مش فيسيولوجي. عارف ده ايه؟ ده كومون سنس. الهارت حط قاعده لنفسه كده، اللي هتديهوني هدخهولك، ودي الليمت صار. دول بقدرت، ما انت مش هترجع له نهر النيل دخولك كله. قلب برضه عضله بامب لها قوه. في الاسليتكس لحد 35 لتر هدخلك يا عم. الجماعه اللي زي حالاتكم 20 لتر اربع مرات بس بخمسه. في الناس الكبار 10 لتر. في الهارت فيلير رجع زي ما ترجع، خليهم يا حبيبي، خليهم يا حبيبي، انا محارب فيا، سيبهم يا حبيبي، مش هزامك حاجه خالص. انما فكر لو انت حسنت انقباض القلب ومثبت اللي راجع له، هيجيب منين؟ من بيتهم. بيتهم ده اللي هو مين؟ الانستوليك فوليوم. يعصر نفسه شويه، بدل ما يضخ 70 يخليهم 90، يبقى زياده ايه؟ تفهم. انما عاوز زياده حقيقيه تزود له الايه؟ الفي اس تاب. في الحاله دي زياده ضخمه، بالزياده تافهه، زياده ضخمه. والرايت انتر بريشر ازاي في الاخر؟ الاول يبقى متساوي بعدين يزيد. انما هنا الرايت انتر بريشر بيحصل له ايه؟ بيقل. ده مهم جدا الكيرفين دول. اقلب الصفحه من فضلك. تعالى نقرا كونكلوجن مع بعض في صفحه 10. كونكلوجن هو في صفحه 10. The cardiac stimulation in a normal heart has مين يقرا؟ has ايه؟ has ايه؟ little effect. يبقى طالب دايره دي. انك تشغل الهارت زياده ده في الاخر تاثيره على الكارديك اوتبوت قليل. لان قلنا باللغه البلدي انت ما زودتلوش اللي راجع، فهيجيب منين؟ من بيتهم، بيتهم اللي هو جواه اللي هو الانستوري فوليوم، ينقصه شويه، يحصل نفسه ده شويه، وبيتهم ده محدود. However, if the systemic circulatory function as additional altered by decreased venous capacity، يعني قللت الفينس كاباسيتي، الفينز اللي هي فيها كنتين الدم صغرتها، يبقى اللي جواها ده هيروح فين؟ للهارت. صح؟ صغرها تقلل الكاباسيتي، اللي جواها ده هيروح للهارت، يبقى عنده دلوقتي دم ايه هو؟ كتير، يضخ كتير بقى. The cardiac output is able to increase to higher levels. يبقى ملخص القصه نظريا لو استعملت سبيشال هارت هيضخ اكتر. لو زودت الفين ستيب هيضخ اكتر نظريا. انما فعليا مين السستنشال، مين الانكريس الحقيقي لو زودت مين فيهم؟ والفين ستيب ده تزود طريقتين، يا اما تزود البلاد فوليوم ودي غير قابله للتغيير. فاهم ليه؟ لان زود البلاد فوليوم هيعمل لك اوفر ترانسفيوجن، واحده نورمال هيعمل. لكن في الحياه ازاي ازود؟ ان انا اعمل ايه في الكباسيتي؟ اعمل ايه في الكباسيتي؟ اقللها، لان فيها تبتلي الدم. فلما تقلل الكباسيتي تعمل سيمباثيتك فينو كونستريكشن، يبقى قللت الكباسيتي، كل الدم ده راح لمين؟ للهارت. يبقى عنده دم كتير يضخ كتير. يبقى فهمت حتى ليه ما ركزناش على البلاد فوليوم؟ ليه؟ انت ممكن تزود الفينس ستيب طريقتين، يا تزود البلاد فوليوم يا تنقص الفينس كباسيتي. يعني ايه تزود؟ انت تقرب فيه. يعني ايه ازود البلاد فوليوم؟ يعني اعمل لك اوفر ترانسفيوجن. نورمالي احنا كده ممكن تقضي عمرك كله ما نعملكش بلاد ترانسفيوجن. انما كل دقيقه ما بتعمل اكسرسايز مين بيشتغل؟ سمباثاتيك، فبيعمل فينو كونستريكشن، قلل الكاباسيتي، فالدم ده غصب عنه يروح لمين؟ للهارت. فالهارت يلاقي دم كتير هيضخ كتير. مين مش مقتنع؟ الحمد لله. كده خلصنا الجزء الصعب في البصر، باقي الجزء الاسهل. فكر فيها. هو لما الفين بس هو ما قالوهاش، بس مفكر هو فضى نفسه كتير سيد يوسف، يبقى هيعمل ايه في المره الجايه؟ هيعوض اللي فضاه ده، هياخده من الرايت ايتر، فاللي بقى في الرايت ايتر بيبقى ايه؟ قليل، فالبريشر يقل. بليف مي، لا هم هيسالوك فيها ولا حد يعني بيفكر فيها، بس يعني انت سالت فبنتفاهم انا وانت. ممكن ما تلخبطيش الطلبه، لا معلش، خلاص خلاص خلص. انا مش عايز مش مسؤوليتي ان هم حاسين انهم فاهمين وكويسين ندخل في حاجه نلخبطهم.
مع ان كل حاجه هرد لك عليها الاخر رديت لك دلوقتي الرد انا مستعد بالردود لان بره ما بيسكتوش بس بره مش متلصمين هنا في ناس متلصمه فتتبقى تسكت ممكن وبعد كده عاوز تعيش تعالى بره تنقل زي ما انت عاوز بس اللي عاوزين الماجوريتي تبقى فاهمه كامل عليهم كويس فاهمين باقتناع مش حافظين انما ايه اللي قللوا دي قلت لك ايه اللي قللوا طب هو فضى نفسه يبقى لازم هياخد بدله في الرايت ايفر في الضربه اللي بعدها يبقى اللي فضل في الرايت ايفر في الضربه اللي بعدها قال لي جست ان سالت دخل كتير يبقى اللي هنا ده ايه قليل فمفيش اي حاجه بيليفني لا هم فكروا فيها ولا هيسالوك فيها هم قالوا بس انا شرحت لك بالظبط اللي حصل نيجي بقى الجزء سهل الكابيلاري سيركوليشن كلام بتاع اطفال نقلينه نقل مسطره من الكب وهثبتها لك دلوقتي هم عشان عندهم ثقه ضخمه في العقل ده فهم التقسيمات اللي في دماغي بيفتكروا ان انا جايبها من كتاب معين فيقول لك احنا ننقلها منه ولما يتكلم نقول احنا اتنين ناقلين من نفس الايه السورس فانا اثبت لك ان لا يمكن السورس يكتبها بالطريقه دي ده هنا بس اثبتها لك بما يدع مجال الشك وانتوا زي ما بقول لك كتابه كمصوات الاصابع هتعرف يعني القصه جت ازاي تعال نتفرج الاول ناخد شويه اناتي مع الكافيلا يكتب لي قراءه عابره قراءه عابره دلوقتي في هنا ارتريول اهي بعديه في حاجه اول مره نسمع عليها اسمها ميتا ارتريول خلاص يعني ايه ميت؟ ميت بعيد ابعد برافو زي ما قلنا ميت هيموجلو يعني ابعد واحد اخر ارتريول فده بيبقى اصغر شويه اهو تيرمينال ديفيجن اوف ارتريولز ابعد واحد في الارتريولز وعنده سمول ماسكولار كود يعني الماسكولار كود بتاعته اقل من الارتريولز لانه صغير صغير وكبير ايه؟ كبير بطريقه كود طيب ده دلوقتي عاوز ينقل الدم من هنا للبيز فعنده سكتين عشان ينقل الدم للفينز السكه اللي انت متوقعه اللي هي الكابيلاريز ترو كابيلاريز ترو كابيلاريز ده السكه الاساسيه وهنا في بري كابيلاري سفينكتر في بري كابيلاري سفينكتر احكي لك بقى اللي ما بيحكوش هم معلومه يعني غريبه قوي تصور 90% من الكابيلاريز بتاعتك دلوقتي during rest closed قفله مفيش فيها دم بيك الله طب لو قفلتها عملت كونستريكشن في الميتا ارتريول والبري كابيلاريز سفينكتر مفيش دم بيروح هنا طب الدم هيتقل ازاي من هنا لهنا فعندنا حاجه اسمها فارافير فيسل يعني ديجينج ثرو فيسل ياخد يعمل شانتو بلاد ما مرش بالكابيلاريز هنا دي سؤال جميل هو ليه مش كل الكابيلاريز فاتحه في انواع ما جاوبوش بس احب اجاوب معاكم يعني ليه مش كل الكابيلاريز تفتح في انواع تخيل لو كل الكابيلاريز فتحت في ان واحد يبقى حجم الكاباسيتي اوف سيركيليشن هيحصل له ايه زاد جدا 10 تايمز فمفروض الهارت عشان يملاها يشتغل يضخ كاردك اوتبوت كبير جدا عشان يملا كل ده في ان واحد يحصل لك هارت فيلير فاحنا حقيقه الامر هناخدها بعد شويه ديكي سؤال كبير بيحصل ايه بنفتح 10% من الكابيلاريز ونقفل 90 دول خدتوا كفايتكم نقفل دول ونفتح 10 غيرهم خدوا كفايتهم ونقفلهم ونفتح 10 غيرهم خلاص يبقى بالشكل ده يسموها فازو موشن حركه الفيسل موشن يعني ايه حركه ان اندر نورمال كونديشن في 10% بس الكابيلاريز فاتحه والباقي قافل وبالتالي الهارت ملزم يضخ كميه دم 10% بس فيعمل مجهود قليل كده يخليك تعيش طويلا لكن لو حصل لك سيفير الرجي انافلاكتيك شوك وعندك هيستامين بالهبل وفتحت كل الكابيلاريز في ان واحد يبقى مجهود الهارت هيزيد جدا ويحصل برضه بعد كده انهيار في الضغط لان الكباسيتي زادت جدا وتوفاك الله انافلاكتيك شوك ما ينفعش نفتح الكابيلاريز كلها في ان واحد ندي ده شويه ودول مقفولين وبعدين نقفل ده خلاص خدت كفايتك دول خده
دول مقفولين ونقعد نتبادل فيسموها شاب ده بتعمل ايه سموا الظاهره دي فازو موشن في حركه الفيسل فهمت ليه سموها فازو موشن دول يقفلوا شويه دول يفتحوا شويه دول يقفلوا بايه بقى نورمالي البري كابيلر سفينتر والميتابتريولز قافله بالسمباثاتيك نورمالي كله قافل بال سمباثاتيك فلما يقفل فيه بلاد فلو هنا لا البلاد فلو قليل فابتدى يتجمع ميتابولايتس خلاص الميتابولايتس تتجمع الميتابولايتس دي بتعمل بازو دايلتيشن يبقى شويه قافلين بال سمباثاتيك وشويه فاتحين بال ميتابولايتس فاتحين اوبن بالميتابولايتس لما الميتابولايتس تبقى واش يرجعوا يقفلوا تاني لما الميتابولايتس تتغسل يرجعوا يقفلوا بالسمباثاتيك ودول يفتحوا and so on يبقى شويه قافلين بالسمباثاتيك وشويه فاتحين بال ميتابولايتس ميتابولايتس واش يقفلوا بالسمباثاتيك ودول يتجمع فيهم ميتابولايتس يبقى افتح شوف العظمه شوف العظمه الالهيه وراء الخلق ايه خالق بازو موش ده كان الاناتومي نيجي لاخر سؤال هقوله ونروح 10 مينتس ونمشي ايه وظيفه الكابيلاري في كلمه واحده اكشينج هي اكشينج بس فالاكشينج عبر الكابيلاري بيحصل باربع طرق او ثلاثه قاسين يعني فيهم اثنين مهمين قوي لازم نعرفهم واحده كده هنقولها في عجاله الحصه الجايه والثانيه المهمه هنقولها الحصه الجايه اللي هي بتؤدي لو زاد الارتشاح تؤدي لمرض الإديمة يعني لها تطبيق كلينيكي نورو ناخد اهم طريقه للاكشينج واسمها ديفيوجن ديفيوجن دي نجاوبها في 9 نقط 3 في 3 خلاص مقدمة من 3 هل الديفيوجن دي اكتف ولا باسيف باسيف برافو دي كلمة بلاش خدناها زمان وتحدث on both directions يعني حاجات من نفي نفس النقطة في حاجات خارجة نيوترينتس واكشن وحاجات داخلة ميتابولايتس كاربون دايكسايد خلاص واللي خارج قد اللي داخل في حجم الدم بيقعد ثابت يعني نتبادل عن طريقها حوالي 60% من بلاد فوليوم بس مش مكتوبه بير مينيت بس ده لا يؤثر على حجم الدم لان كل سنتي بيخرج بيدخل قصاده سنتي يبقى الحجم في النهايه ثابت بوث دايركشن ودي الموست امبورتنت ان معظم التبادل بيحصل دي يبقى هتبتدي بمقدمه انها باسيف بوث دايركشن ودي الموست امبورتنت طب تتاثر بايه بقى بسته فاكتورز فانا رايت ان انا اعملها بطريقه جميله قوي قلت في مواد هتتبادل عبر الكابيلاري يبقى في ثلاثه فاكتورز في الكابيلاري وثلاثه فاكتور في السبستنس فحتى يبقى الموضوع كده فاهم كتابك بصمات اصابع يبقى جابوا في كام نقطه؟ ثلاثه نبتدي بالسبستنس اقلب الصفحه نرجع للجدول ده بعد شويه ليه انا عارف ده هقوله هقفل بيه سبستنس اهي في صفحه 11 تحت انا سايب حتت في النص كده ما تقلقش هنقولها كلها ما تقلقش خالص فاكتور ريليتد تو سبستنس تحت الديفيوجن اهو مكتوب ديفيوجن ده سؤال نظري مهم والسؤال صفحه 11 تحت ده موست امبورتنت ميكانيزم وهو باسيف وبوث دايركشنز فاكتورز ريليتد تو سبستنس كل ما الكونسنتريشن جريدينت زاد فرق التركيز زاد اللي هو C1 minus C2 يبقى معدل انشارب هيزيد يبقى ده اخدناه طيب نمسك الليبيد سوليبيليتي انت عارف الكابيلاري عباره عن اندوثيليوم وفي بورز اندوثيليوم وفي بورز لو انت ماده ليبيد سوليبل تقدر تعدي في الكابيلاري ما هي ليبيد وتعدي في البورز لكن لو حضرتك ليبيد انسوليبل تعدي فين فقط وما لا يعلمه كثير من الزملاء ان البورز دي واحد على 100 مسطح الكابيلاري
يعني لو انت ليبيد انسوليبل فرصتك تقلصت، مش عندك فرصه من اثنين، تقلصت الى واحد على 100. احلى حاجه انك تبقى ليبيد سوليبل زي الاوكسجين، تعدي في كل في الممبرين، الممبرين ليبيد وانت ليبيد سوليبل في مش وتعدي في البورز. ليبيد انسوليبل لا، بورز بس واحد على 100. وبعدين ثالث حاجه اللي هي الموليكولار ويت، هنا رقم 5000 رقم مهم قوي. اي حاجه تحت 5000 تعدي بسهوله شديده، فوق 5000 واحسن مثال بلازما بروتين، لان الالبومين بيبتدي الموليكولار ويت بتاعه 70000. هم قال لك لا 69، هو بيقول لك 70 دي سهله، يبقى نكتبها احنا ايه في البلاد 69 عشان ما تحفظ الرقم 7 ده بيتحفظ الكرابه الخاص، فكده هو 69. المهم كل البلازما فيه مش هيعدي، اقول لك حاجه، كل حاجه ما عدا البلازما فيه تحت 5000 بتعدي بسهوله شديده. يبقى كام فاكتور في السبستانس؟ 3. انا ارتقيت ان دول الثلاثه الاكثر اهميه، انما هم عمرهم ما كانوا ثلاثه، بدليل هم في الانترودكشن كاتبين الديفيوجن ريت بتتناسب مع 5 concentration gradient temperature and area، وعكسي مع square root molecular weight والlength of diffusion. ولو بتتكلم في respiration نزود كمان عامل ايه اللي هما solubility والviscosity. فمفروض typically اشرح 7 على الاقل. انا اخترت كام؟ عارف ليه 3؟ عشان هنا هتكلم على 3، فيبقى الحفظ ألطف لأن دول الثلاثة الأهم، وغضبت البصر على الباقي لأنه أقل أهمية. تقسيمها في دماغي بس لا وجود لها غير هنا. هم قالك يبقى هو نقيلة في حتة إحنا نقطعها، ولما يقول حاجة نقول لا إحنا بنفس المصدر. طب أنا بقى عاوز يقولي المصدر اللي مكتوب فيه الكلام ده، أنا عندي المصدر ماي نوتس والكتاب اللي أنا كتبته في يوم الأهل، لأني تملي واضعا امام نص بعينيه ازاي الطالب هيحصل حاجات، بس الطريقه سهله ليه اسوحه في 100 حاجه، هم دول الاهم. وهنا 3 وانواع الكابيلر 3، بخلص السؤال ومقدمه ممكن تكتبها من 3، انها باسيف دي من زمان عارفينها، دي الموست امبورتنت تحصل في بوز دايركشن. موست امبورتنت ان عن طريقها بنتبادل 60 ل 65% من البلاد فوليوم بير مينيت، بس بوز دايركشن فلا يؤثر على البلاد بول. يبقى تاني concentration gradient كل ما زاد الديفيوجن ريت يزيد، دي في السابس. solubility لو انت ليبيد سوليبل فرصتك احسن ليبيد سوليبل تحت 5000، ومعظم المواد تحت 5000. الجلوكوز 180 ده الكبير فيهم، جلوكوز 180 ايونز كلها اقل بقى، والغازات 44 ومش عارف ايه سي او 2 والكلام ده، فدول اهم عوامل. نيجي بقى الكابيلر، عملت جدول مؤداه ان الكابيلر في الجسم ثلاث انواع. ده كابيلري عندها هاي برميابيلتي، هات صفحه اللي قبلها بقى. ده كابيلري عندها لو برميابيلتي، ده كابيلري عندها مودريت برميابيلتي. هنقولها وامشي. افتكر مين اكتر كابيلري عندها نفاذيه؟ انا مخي يقول لي ايه واحد، احكيها بطريقتي. الليبر ده في كيف تربح المليون هو اللارجست جلاند ان ذا بودي. لما يسالوه انت مش طبيب في كيف تربح المليون، اكبر غده هي الليبر. الليبر دي في مفهوم العبد الله هي الكيتشن بتاع البودي، يعني لازم اي حاجه جايه من الجهاز العظمي تروح لها الاول، مش ميتابولايز وتطلع منها ميتابولايز. يبقى ده المكان الوحيد اللي الكابيلرز بتخرج اكل مش ميتابولايز جاي من الجهاز العظمي، وترجع تستقبل تاني الاكل ميتابولايز توزعه على الجسم. فمحتاجين فيري هاي برميابيلتي زي المطبخ، مطبخ في البيت ده اكتر حته اكل داخل اكل خارج، اكل داخل مش كوك طالع فوق. عشان كده دلوقتي في البيوت الحديثه هيقطعوا المطبخ جنب الباب بتاع الشقه عشان ما نوسعش الدنيا، تدخل بالاكل كده على طول وتطلع زباله، صح؟ اكتر اتشينج موجود فين؟ في الليبر. فانا هوضب بقى المعلومات. طب عشان يبقى الاكسشينج جامد يبقى الكابيلرز دي عندها اوسع بورز، البورز بتاعتها واسعه جدا،
في الليفر اهي، فتسمح بالتشينج في الاتجاهين، اكل يدخل مش ميتابولايز يطلع. ايفن بتسمح بايه ده، هي بتصنع البلازما بروتين، دي المكان اللي بتسمح بتبادل ايه البروتينات، ما بيتعملوا هناك بيتحطوا في البلازما. يبقى لو انا ذكي وقالوا لي مين اكتر كابيلر عندها بيرميابيلتي في مخي، دي حاجه واحده ليفر، اوعى تنساها، اقنعتك بيها مش قريتها معاك. هذا هو المكان الوحيد لاكل داخل اكل طالع، والبلازما بروتين بتعمل هناك. طب لو بيرميابيلتي، احسن مثال الماسلز بانواعها، خلاص. ليه؟ الماسل دي بتستخدم حاجتين، فري فاتي اسيد ده الميجر وجلوكوز، والاثنين مش محتاجين بيرميابيلتي، ده ليبيد سوليول. حتى لو مقفوله اهو، هي تاي جانكشن، عندها الكابيلر في تاي جانكشن، مفيش بوتس خالص اهو، كابيلس اندوثيليوم وما بينهم فيه تاي جانكشن. هل ده يعوق خروج الجلوكوز او الفري فاتي اسيد؟ الفري فاتي اسيد دي بتصلب الجلوكوز، بيتشال شيل من فاسيليتيتد ديفيوجن، عشان كده دي اقل برميابيلتي. طب تيجي ما بينهم مين بقى مودريت برميابيلتي؟ انا مخي يقول لي الكيدني والانتست. اشمعنى؟ دي بتعمل ابزوربشن، ما فيش حاجه بترجع لها تاني، اتجاه واحد اكل يدخل يمتص، ودي بتعمل ري ابزوربشن، يبقى اتجاه واحد، دي ابزوربشن ودي ايه؟ ابزوربشن. فدول مودريت برميابيلتي، لا هي البيز ممبرين قوي زي المسلز، هنا مفيش بيز ممبرين خالص، البيز ممبرين موجود هنا بس ضعيف فين، ولا هي مليانه بورز، ولا هي تايت جانكشنز، في سمول فينستريشنز. خد بالك يا عم، بوضب الشرح على اللي عاوز اقوله، انا فاهم وبوضب الشرح. لو عاوز هاي برميابيلتي شيل البيز ممبرين وخلي فيه بورز، ده الليفر. مش عاوز برميابيلتي، حط بيز ممبرين محترم وتايت جانكشنز، لا بور خالص، مش محتاجه، اللي هو زي الماسلز كاردك ماسلز كده، بس هي فري فاتي اسيد وجلوكوز، مش عاوزين الكلام ده. مين اكتر حاجه عاوزه اكتشينج؟ الليفر. يبقى دي مليانه بورز والبيز ممبرين انتربتد، زي جدا. انما ما بينهم بقى في الكيدني والانتست، اللي واحده ابزوربشن بس، واحده هي ابزوربشن بس، ده دي كان اكل داخل اكل خارج، يبقى محتاجين فيري هاي برميابيلتي، المطبخ بتاع الجسم. انا حتى المثال بتامله معاك، مش بنحفظه، بنعيشه، لانه وراء الخلق خالق. فيبقى ثلاث انواع من الكابيلرز، فعشان يبقى الموضوع سهل بالحفظ اخترت من الفاكتورز، قلت يا سبستانس يا كابيلري، ايه اللي هيأثر في الاكتشينج؟ انا باكتشينج سبستانس اكروس كابيلرز، فعشان ما تتنسيش قلت ثلاث انواع من الكابيلرز، هاخد كام فاكتور قصادهم في السبستانس؟ ثلاثة، كونسنتريشن جريدينت، ليبيد سوليبيليتي، اند ريكفري. ذيس از هنا بس، لا وجود له. ادي انذر بروف انه، ودي ما تزعلنيش على فكره، على فكره ان انا بزعل، ده بالعكس مبسوط، بيزعلني حاجه واحده بس، ان على الاقل لما انت تعمل لي عامله كويسه اي جيف يو كريدت، انا مش عاوز حاجه منك، بس قول لي متشكر، مش تقول تشتمني. بعض الناس طبعا الحمد لله معظم الناس محترمه واصدقائنا كويسين قوي، لكن بعض، طب ليه؟ يعني على الاقل خدمتك خدمه، يعني قول لي متشكر، ما تقوليش حاجه خالص، بس قول لي متشكر. ما تقولش لا وهي واحنا وهو اللي ناقل، ناقل عندي 100 اسباب، ما فيش داعي اتكلم، ما فيش داعي اوضح كل حصه، بيضطروني لهذا الكلام. جود لك يا شباب. الكابيلاري انفيوجن والمقدمه ما شرحتوش، اشرحها ما تقراهوش لوحدك، في حته في النص يعني، دي بس عشان كمان تعرف تمام. 10 قطع، انا شايف كام اسئله، انا في الكابيلاري